الطريق السيار شرق غرب شاطر الأخضرية البويرة، النقطة السوداء التي أسالت الحبر الكثير وتسببت في تذمر واستياء آلاف مستعمليه. ففي الوقت الذي كان فيه ينتظر أن يسهل حركة المرور بين ولاية الوطن، أصبحت منطقة الأخضرية مكانا لطوابير طويلة لا متناهية ومسرحا لحوادث مرور مميتة. فرحة استلام مشروع القرن كما يسمى لم تدم طويلا، وذلك بعدما ظهرت عيوب كبيرة في إنجازه، خاصة عبر الشطر الرابط بين البويرة والأخضرية الذي استفاد خلال شهر أفريل من سنة 2013 من مشروع إعادة تأهيل مدته 15 شهرا، إلا أن التاريخ المحدد لانتهاء الأشغال مضت عليه أزيد من 8 أشهر، ونسبة الإنجاز ما زالت تراوح مكانها. ما خدموناش لوطوروت، خدمونا لوطوموت وخيروش من حفرة طيح فيها مشروع باش يخدموا الطريق، واش راهم يديروا لي شونتيي هما كل ما كان حتى شونتيي راه يخدم. طريق سيار شطر البويرة الأخضرية راه مكسر بزاف، خصها الخدمة، خصهم يعاودوا له، وراه طريق فاسدة. يقول لك شرق غرب ما كاينش مال هذه، يكذب، ما كاينش مال شرق غرب. المقطع تاع الجباحي هذا هما داروا فيه النهار الأول، سمعنا بلي داروا عام ونص يكون كامل، المشروع كامل يجوزوا معاه. دوك راه عنده شحال عامين ونص ثلاث سنين مازال ما خدموا فيه والو. كل سمان عندي الدوفاياج الجي قسنطينه نخدموا هنا، تعرف الطريق ماشي طريق خلاص، والله نمشي وساعات في الريسك، ساعه نجي نهرب من الحفره نطيح في واحد يعني زوز ربض اللي راحوا لي تكريفه ولي زوز ربض. ما قدرناش نمشي في الطريق هذه، كرهناها عاد جوني مار، كرهنا الطريق هذه ماشي طريق. وزارة الأشغال العمومية أكدت أن الطريق في حاجة إلى تهيئة فقط، لكن الواقع عكس ذلك، فالطريق يشهد إعادة تعبيد من جديد بأموال طائلة من خزينة الدولة تم توزيعها على مؤسستين، الأولى مؤسسة ألترو العمومية والثانية مجمع حداد، إلا أن زيارة وزير الأشغال العمومية التي قادته إلى ولاية البويرة في شهر سبتمبر من السنة الماضية لم تكن كباقي الزيارات التفقدية، خاصة بعدما هدد الوزير بسحب المشروع من مجمع حداد، وذلك بعدما تفاجأ باستهلاك المدة المحددة للإنجاز ونسبة المشروع آنذاك لم تتعدى 30%، داعيا إلى اجتماع استعجالي بعد أسبوع. لكن الغريب والمدهش أن عودة الوزير إلى ولاية البويرة بعد أيام معدودات من تاريخ هذه الحادثة هو رضاه على المجمع وتمديد مدة الإنجاز. وتيرة الإنجاز تسير بخطى بطيئة متثاقلة، ومدة المشروع الإضافية شارفت هي الأخرى على الإنقضاء، ونسبة تأهيل هذا الشطر على مسافة 33 كيلومتر ما زالت مخيبة للأمال، والضحية بدون شك هو المواطن. الطريق هذا تاع الخضارية الأخر من اللي كانوا في الترافو هي مكسرة، ما خدموش، هما خدموا تكسر هذا. عندي عامين أنا راني شعبي، راني نفوت يوميا دزاير بويرة، راني نشوف الطريق هذا ما كان ما فيه حتى تبديل، يوميا راهم سكر الطريق والأشغال راهم حابسين. الطريق في النيجر اللي تسامق خير من هذه، خير من تاع الجزائر، ماشي نقارن لك بالأوروب، نقارن لك بلي بي دافريكا. احنا نخلصوا وخلاص، المازوت مش كل سيركيلاسيون، مش كل طريق، مش كل صفقة إعادة تأهيل شطر الأخضرية البويرة منحت لمؤسسة ألترو العمومية ومجمع حداد بالتراضي وبتكلفة 700 مليار سنتيم، ومن الممكن أن تصل 1000 مليار من أجل دفع وتيرة الإنجاز المتباطئة، خاصة وأنه تم إنجاز دراسة أخرى بيّنت أن الأرضية متشبعة بالمياه ويصعب تدارك الأمر بسهولة، والحل الوحيد هو تثبيت أعمدة في عمق الطريق للحد من انزلاقات التربة، الأمر الذي سيستهلك بدون شك مزيدا من الوقت قد يصل إلى أزيد من سنتين. المشكل هذا هو اللي راه يدير لاطونسيون للجزائريين، هو اللي يدير لي زاكسيدو، هذا الوقت الضايع هو أنا كي تقبضني ربع سوايع في السيركيلاسيون، بعد نخرج في السيركيلاسيون نمشي 1000 باش نلحق، هو اللي يدير لي زاكسيدو. ضربوا واحد الطريق ويا بزاف 4 سنين ولا 5 سنين وحنا مع الطريق هذه عانينا بزاف. ولا غادي يصير بلغ بزاف
بركات. وما فهمناش الوقت يخدمونا الطريق هذه الوقتاه راه عامين اشغلها حبسه عامين. منع اصحاب الشاحنات من استعمال الجهه الوحيده لطريق السياره بجباحيه وفتح لهم منفذا عبر وادي الرخام زاد الطين بله، فطوابير السيارات تتشكل على مسافه تفوق احيانا 10 كيلومتر، واصحاب الشاحنات اصبحوا مهددين بالموت في كل لحظه في ظل الانحدار الشديد لهذا الطريق الاجتنابي الخطير. احنا في مشكله تاع الاخضريه هذه، يعني سما نخدم الجزائر ديما، هذه هي مشكل فيها، مشكل تاع الهبطه 60 لور ممنوع لا في الليل ولا في النهار، ما في الليل ممنوع. الساعه الان تشير الى الثالثه بعد الزوال هنا بمنطقه تلوين عند انتهاء شطر جباحيه قادريه، كما تشاهدون الاشغال متوقفه تماما، والسؤال الذي طرحه علينا الكثير من مستعملي هذا الطريق متى سيسلم هذا المشروع.